اللحظة التي نتحدث فيها سيكون هنالك أكثر من 5-6 من سياسيي السودان يجلسون مع سفراء أجانب، وكأنما هذا الشعب الذي أنجب الغادة العظام وهذا الشعب الذي فجر سلاسل الثورات يفتقر للعقول التي يمكن أن تدير شأنه. الموضوع ده كله مرتب ومظبط وفيه قروش، في دفع ودفع للدرجة، لأنه يعني آخر حاجة الأسبوع الفات اللي حصل هنا عندنا كله قروش ودفع وموافقة على أجندة أجنبية. الأجندة الأجنبية دي يا أخواننا ما يعني عندها تعريف، الناس دي دارين مننا شنو؟ دارين من السودان شنو؟ أولا الأجندة الأجنبية ما دايرة تعود ديمقراطي في السودان، ما دايرة حكومة عندها وزن، حكومة يقودها رجال محترمون، حكومة يقودها ناس يحترموا شعبهم في الأول. ما دارين دير، دارين ناس إماعات، دارين ناس زي الحكومة الفاتحة وزي الحكومة الشغالة دي ينفذون أجندة أجنبية. أخطر طبعا هو تسخير إمكانات السودان لخدمة الأجندة الدولية، وربما أخطرها على الإطلاق هو الوجود الإسرائيلي وتدخله في الشأن السوداني بالشكل اللي يحدث الآن. طبعا دي قضية في ناس بيقول والله كده وابن الجماعة دي لهم ممكن يعمل، لكن أنا نقول هذا بفقه الفقهاء، هذا أمر ضرره أكثر من نبعه كالخمر، ضررها ده في مرحلة طبعا يا يوسف ما تقولنا بعدين في الكلام الفقهي ده، يعني ده موضوع خطير جداً.